بارك الله فيك وشكرا على استضافة ديالكم لإذاعة شوف تي في. كنشكروها بزاف وكتشجع المواهب والشباب والصراحة كتقربنا الأخبار، والصراحة هي الإذاعة الوحيدة اللي كانت يقو فيها وكانت فرجوا فيها الصراحة هي اللي كنا في المغرب، وإذاعة ديال الشعب والصراحة مشى القدام وديما كانت فرجوا فيها، وكنتمنوا لها مسيرة موفقة. وتحية لجنود الخفاء اللي كيخدموا على هذه الإذاعة هذه وكيسهروا عليها، كنوجه لهم تحية بزاف بزاف من عند توفيق الصغير كيحييهم ويموت عليهم. بهذه المناسبة هذه بغيت نقول للشعب المغربي وداخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، احنا راه مورا سيدنا الله ينصره والله يشافيه لينا والله يخليه لينا والله يطورنا في عمره. كاينين شي طبقه كيبغيو يمونطيو فيديوهات ويطيحوا بالصنعه ديالو، حنا كمغاربه حنا مورا سيدنا والله ينصره والله يطول لينا في عمره والله يخليه لينا، وكنبغيو بزاف بزاف. والحمد لله حنا في المغرب محميين، ما ناقصنا حتى شي حاجه، الحمد لله عايشين بخير، كل شيء على خير، الله ينصره والله يبعد عليه الشر والله يبعد علينا ولاد الحرام. والحمد لله احنا في المغرب مأمنين، كنعسوا وقت اللي بغينا ونخرجوا وقت اللي بغينا، الحمد لله الله ينصر سيدنا والله يطول له في عمره. في هذا النهار هذا اليوم جيت نعرفكم على راسي ونهضر لكم على الموهبة ديالي اللي عندي من صغر ديالي، والحمد لله دابا يعني لقينا واحد استقبال، والحمد لله بدينا كنفرضوا الوجود ديالنا باغاني ديالي، وغنيت بعض شي اغاني كوفير، ولكن الحمد لله يعني ماشي في الطريق، وان شاء الله غادي تكون شي حاجه زوينه. الجديد ديالي اللي هي الاغنيه اللي غادي تنزل اليوم مع 11 الليل، غادي تنزل الاغنيه عبر القناه ديالي توفيق الصغير. اغنيه كان العنوان ديالها هي نتمشى ونطيح، لكلمات ديالي والحان ديالي. والاغنيه ما غنيتهاش انا بوحدي، تغنى معايا واحد الصديق ديالي عمر سكاي كيغني الراب، يعني درنا ديو انا وياه اغنيه ديالنا. صراحه اغنيه شبابيه وديال الوقت ديال دابا، واغنيه كتهضر الاغنيه بزاف، يعني كتضر في القلب، كتهضر على واحد الانسانه كتبغيها وبزاف د الحوايج ضحيتي عليها ولكن الوالدين ديالها ما بغاوهاش لك، فهمت، بعدوك عليها. صراحه اغنيه ان شاء الله كنتمنى تعجب الجمهور، اللي هي شحال حنا كنا خدامين كنكتبوا في هذه الاغنيه باش تنال الاعجاب للجمهور. الاهداف ديالي انا الحمد لله يعني معروف هنا في المغرب، والحمد لله بزاف ديال الصحافه بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، يعني دزت معاهم بزاف الحفلات حضرت فيهم، يعني في بزاف تلمدون هنايا في المغرب، والحمد لله باغي نوصل ان شاء الله الحلم ديالي للطوندوس ان شاء الله، كما بعض شي فنانات هما بداو من الزيرو كما انا بديت من الزيرو، والحمد لله انا تايق في راسي وتايق في الجمهور ديالي اللي كيشجعني، والحمد لله حنايا ماشيين في الطريق ديالنا. ان شاء الله نتعرفوا على برا ونعليوا رايه المغرب ان شاء الله على برا، ونبينوا اليوم بان احنا ولاد الشعب، وديما كنبقاو ولاد الشعب. كندير الكوفير وكندير الاغاني ديالي، يعني واخا كندير الكوفير يعني ما كنديرش الاسماء ديالي، يعني الكوفر كنديرهم، يعني كننزل مول الاغنيه وكاين الاغاني ديالي، ماشي بحال شي بعدين كيديروا الكوفر وما كيذكرش مول الاسم تاع الاغنيه. بحال دابا نقول لك مثلا داك خيتي داك داوديه مثلا، الله 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 مولانا، هذه اغنيه ديال الرباطيه. بزاف ديال المغنيين دابا ولاو كيغنيو اغاني دابا في العراسات، تلقاهم في العراسات، مقواني لنسكر على غديدك هذا زهري وهذا مكتوبي، عطيوني حبين برد قلبي هذا زهري وهذا مكتوبي، عطيوني حبين برد قلبي اللي كنت نبغيه وعليه نموت، يا بدلتني بالليل ونهار بين عنبو الوقت الحقار. انا الصوت ديالي كنغني احسن من هادو اللي غناو، هذا الصوت ديالي طبيعي، يعني دابا هادو اللي كيغنيو في العراسات كيطلق لك الموسيقى مسجله وكيطيح الصوت ديالو كيبدا يغني معاه، غنيها لهم مباشره، يعني هي ماشي زيرو، ولكن انا كنقول يعني انت واحد فنانه كبيره وعندك الجمهور وعندك شي حاجه كتب. حنا الحمد لله واخا ما عندناش شي جمهور وما طالعينش واحد نسبه كنكتبوا،
يعني انت فنانه خصك تعطينا شي حاجه من عندك، اما اغنيه حنا سامعينها عاد تنوضي تغني انت يا راه انا الصراحه ما نقدرش نتصنت ليها، يعني سمعتها من مولاها ما نقدرش نتصنت لها من واحد اخر. الرساله ديالي للجمهور، الجمهور ديالي كنموت عليه داخل الارض الوطن وخارج ارض الوطن، اللي هو الصراحه هو اللي كيشجعني واللي كيعاونني ان شاء الله في مستقبلا. وتحيه الناس الجاليه ديالنا، وتحيه الناس المغرب من طنجه للقويره، وتحيه الناس ديال الصحراء، وحنا ديما ولاد الشعب وديما غايه بلا مرايه. رساله للجمهور شوف تي في، كنشكر بعدا شوف تي في، وكنشكر الجمهور اللي كيتبع شوف تي في، كنشكرهم بزاف بزاف، والله يحفظهم والله يخليهم البلاد ديالهم والله يخليهم الوالدين ديالهم، واي واحد يعني عنده شي مشكل الله يحلو له، الله يسهل على اي واحد، انا ما كنحسد حتى شي واحد. وتحيه للجمهور اللي كيشوفنا دابا من هذا المنبر هذا، نموت عليكم وخليكم ديما بوزيتيف وماشي نيجاتيف، والحب ماشي بالسيف. متنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.